ولكنه سيتحول إلى وحدات. ولو كان الجيش الأوكراني استمع إلى تعليقاتي منذ أكثر من شهر ونصف، وكنت أقول فيه عليكم أن تتحولوا سريعا من التشكيلات العسكرية الضخمة إلى وحدات عسكرية صغيرة تنضم إلى قوات الدفاع الإقليمي الشعبية في حروب المدن، وتأكدوا أن كل مطاراتكم ستدمر في الساعات الأولى من الحرب، وكل أنظمة الدفاع الجوي المتوسطة وقصيرة المدى. عليكم أن تعتمدوا الآن على صواريخ يعني الستينجر الأمريكية التي يحملها الأفراد. نعم. عليكم أن تعتمدوا على الصواريخ جافلين المضادة للدبابات البورتابل التي تحمل على الكتف. عليكم أن تتعاملوا على الصواريخ المضادة للدبابات البريطانية الإن لو. عليكم أن تتعاملوا مع يعني أنظمة السلاح الخفيفة، وأن تتعاملوا وأن تجيدوا في القتال في وسط المدن ووسط الريف. أوكرانيا في يوم ما ستعود دولة ذات سيادة، لن يقبل العالم ولن تقبل الإنسانية بهذا النظام الدولي المهترئ الذي ربما تغاضى كثيرا عن ذنوب كبيرة حدثت في سوريا وتحدث في فلسطين وفي كل مكان. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كلام حضرتك مليون المية صحيح، وكلنا نقف احتراما واجلالا لأهل أوكرانيا وقلوبنا معهم في هذه المحنة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا ست العميد صفوة زيات الخبير العسكري.